مخلفات او اي الغام يو اكس او راح توقع بهذا الصندوق الخلفي. الإزالة الميكانيكية يعني بصورة عامة المانوالف أو السفترة، نعم، اثنين هم ينطون إنتاج زين. الإزالة اليدوية أول شيء تنطيش خسائر بشرية لأن الأرض ملوثة 100%. يعني من يشتغل الديماينر يشتغل فول حفر، إحنا عندنا في القانون فول حفر، بياخذ ممر فول حفر وتبقى أكو ذخائر جو. أنه لا يخفى عليكم وعلى جميع العراقيين بأنه الحروب العبثية اللي مرت بها المنطقة تركت آثارها ومخلفاتها الحربية. هذه المخلفات الحربية لا تزال حية وخطرة، والعمل بهذا المجال أكو ناس يعني مثل أمثالنا وشركاتنا والشركات الأخرى نذروا أنفسهم لتطهير هذه الأرض من هذه المخلفات. ولا يخفى عليكم بأنه التضحية أو التنظيف بهذا المكان والعمل بهذا المكان يحتاج إلى تضحية، فهم من ضحايا تلك الحروب ومن ضحايا تلك المخلفات من الألغام. نعم، شو صارت الحادثة؟ الحادثة حقيقة أنا ما كنت موجود، يعني الحادثة ما أثرها مع الشخص اللي انفجر علي اللهم. نعم، فما كنا نعرف بالضبط أنه شنو السبب اللي صار هذا اللوم اللي انفجر بمجال التجضية قاتل 50 متر. وين مكانك؟ كان بشط العرب. نعم، اي منطقة شط العرب. هو نفسه انفجر وقتل الفقير؟ نعم نعم، لغم واحد انفجر على شخص واحد وأثر على البقية المحيطين به، واحد كان متأذي برجلية وواحد استشهد رحمة الله على الله. نعم، والله احنا علاقتنا تقريبا من 2008، أنا ومرحوم الشهيد محمد كاظم حسن والعمنا الغالي أبو أثير همينة. محمد كاظم علاقتي به قوية لأن هو شيء جاري ساكنين نفس المنطقة، وثانيا يعني علاقتي به علاقة أصدقاء منطقة وأصدقاء طفولة خلينا نقول. فعملنا صار هنا كان في الشلانشة، تعرفين إنه الغام ومخاطرها، والحمد لله على كل حال. ممكن تحكي لنا عنهم بالعمل بالمهنية؟ والله هم كانوا مو يعتبرون إنهم مدراء أو مسؤولين أو هاي، بالعكس يعتبرون نفسهم أصدقاء لكل ديماينر وكل باحث موجود أو كل عامل الله يرحمهم، يعني إنه كانوا أصدقاء بالنسبة لهم. أشوفكم يسمون عمي أبو أثير. نعم، العم أبو أثير هو، لأنه إحنا من الألقاب شايديها الأستاذ وهاي ما عدنا إحنا. هنا نعتبر كلنا اخوان، يعني حلقه تكمل حلقه. رغم فقدهم راح تستمرون بهذا العمل؟ والله ان شاء الله، احنا عملنا انساني بالدرجه الاولى خدمه ابناء المحافظه، واحنا يعني قبل فتره هم بالعماره هم انطينا تقريبا هم اصابه كانت عندنا وحده الحمد لله شافها الولد، وهو احنا هذا مجالنا، عملنا انساني واحنا اول المضحين يكون لازم يعني من هذا المجال، انه مجال هذا الصنف الذي لا يخطا مرتين مره واحده. صعب اقول عليهم زملاء، هم أخوة أكثر، ناس متفانين بالعمل، ناس مضحين لأجل الشركة ولأجل المحافظة البصرة ولأجل العراق أكملة، ناس اللي يضحى بمساء يعني أقصى غاية الجهد، ناس عرفناهم من 11 سنة بداية الشركة وتأسيس الشركة ما شفنا إلا الطيب والإخلاص بالعمل، والأمور اللي يعني علميا هم ناس متفوقين بشكل، لكن إن شاء الله إنه يروحون ضحية هذا لهم التعيس. الحظ العلم أعلن، لكن سبحان الله زادنا قوة وإخلاص، وإن شاء الله إحنا بمحبة ووفاء لهم راح نكون مخلصين وجدين وعملنا أكثر وننتهي أكثر، لأن المحافظة تستاهل وأهلها يستاهلون ونفوسنا ما أغلى من عندهم، هم غالين علينا، لذلك راح نكون أكثر إن شاء الله عطاء من قبل. اللهم صراحة أنا من بديت وياهم وجيت قابلت بهاي الشركة ما شفت من عندهم إلا الخير، خصوصا الأستاذ محمد والعم أبو أثير الله يرحمه. نعم، كانوا إن بمثابة أستاذ محمد، كان مثابة أخونا صديقنا محمد كاظم كان مثابة أخونا وصديقنا، يعني ما محسسني أبد بضغط العمل، كان يهون علينا، كان ويانا بكل خطوة بكل صعوبة إحنا نواجهها كان هو ويانا، وكذلك كان العم أبو أثير ينطينا النصائح، يعطينا التحذيرات، المشاكل اللي نواجهها، يعلمنا على كل شيء، على
خبرتهم، لان هم خبرتهم تفوق علينا اكثر من 20 سنه و 30 سنه قادمين عسكريه، فكنا نتعلم منهم هواي شغلات. فمن فقدناهم يعني حسينا كلش فراغ كبير، يعني فقد واحد من اهلنا مو فقط علاقه شركه او شغل. يعني فقدهم هل يعني ولد عندكم خوف من مجال عملكم ام زادكم اصرار ومواصله؟ صراحه يعني احنا من فقدناهم يعني هم كانوا خبراء يعني تفوقون بهذا الشيء، صار عندنا شوي خوف، بس لا راح نواجه هذا الخوف والاصرار، نواجه عزيمتهم، نواجه مطهر هاي المنطقه، نوعي الناس. انا بدوري هاي المنطقه توعيه راح انطي اكثر بالزايد على الناس، تقلل التاثير مالتهم الضرر بالمناطق الخطره، نوعيهم عم لا يقعون نفس المشكله اللي واجهناها بالشركه. حضرنا لهؤلاء الشباب الذين ضحوا بدمائهم الاخ المرحوم الشهيد محمد حسن والمرحوم الشهيد محمد كاظم، هؤلاء والاخ الثالث اللي هو الان جريح واقل حال، فنحن كل داعمين لهم لانهم يعملون عمل جدا جدا راقي وجدا خطير للحفاظ على سلامة أهلنا وأطفالنا وكبارنا وشيوخنا. من المهم الزائر اللي يجي يعرف هاللونين، أهم لونين عندنا بالنسبة للزيارة. نعمل حاليا بأرض ملوثة اللي هي قضاء شط العرب.